معايا عبر الهاتف الآن الكابتن عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. يا كابتن عامر، مشرف ومنور كالعادة. الله يخليك كابتن كريم، أخبار حضرتك إيه؟ وحشنا جدا. الله يخليك، كله تمام الحمد لله. يا رب يخليك. طيب بدايتك كده، أول حاجة هسألك عنها هو منتخب مصر قبل ما نتكلم على أمور كثيرة. منتخب مصر المباراتين الودياتين إن شاء الله في نوفمبر، هل حددت المباراة الأخرى بجانب مباراة المنتخب البلجيكي في شهر نوفمبر؟ لا، حتى الآن هي مباراة بلجيكا بس بلجيكا اللي تم التأكيد عليها. الكلام على الكويت والأردن، هي دي المفضلة بينهم ولا مش هيبقى في مباراة أخرى؟ في، ممكن نكتفي بمباراة واحدة يعني، لسه الأمور مش واضحة وإن احنا نكتفي بمباراة واحدة. رأي حضرتك كيف انطلاقة الدوري الممتاز النهاردة كملاعب وكفرق وكمسابقة وككورة مصرية؟ يعني إن شاء الله الأمور تبقى جيدة في الفترة اللي جاية. والله من ناحية الملاعب طبعا أتمنى إن الملاعب تفضل بالحالة دي الموسم كله. احنا عندنا مشكله دلوقتي الامطار والجو الصعب، الملاعب بتتغير شويه. انما في الحاله بتاعت النهارده ديت استاد اسوان على اعلى مستوى كان، صحيح، حاجه جميله جدا. استاد الجيش برج العرب ارضيه جميله وتحفه. يعني الملاعب النهارده الحمد لله كانت جميله جدا وساعدت اللعيبه ان هم يطلعوا اللي عندهم، رغم طبعا البدايه دايما بتبقى في تحفظ شويه. انما مباراه سيراميكا والمصري الشوط الاولاني طبعا كان من امتع الاشواط. صحيح، كان النهارده رائع جدا.